الطفل لغاية يعني مش بس الطفل يعني لغاية منتصف العشرينات بيبقى فيه جزء في الدماغ في المخ بتاع التحكم والإدارة والتنظيم والتعقل واتخاذ القرارات، بيكون لسه ما اشتغلش بكفاءته. تمام. لو قلنا كده المخ على كف الإيد هنلاقي إنه الجزء بتاع صوابعي ده كده ده شكل البرين جوه الدماغ، هو الجزء ده اللي بيسموه القشرة العليا، دي الحاجة الخاصة بالبني أدمين. تمام. الجزء ده موجود لكن مش شغال. الجزء ده بقى اللي هو يعني سيب الموبايل، روح الكنيسة، قوم ذاكر، ده بتاع بقى السواقة. يعني هو غصب عنهم يا دكتور، يعني طالما الجزء ده لسه مش شغال فهم لسه مش مدركين ان في خطورة ما. ممكن يكونوا مدركين بس غير قادرين، يعني الجزء بتاع الإرادة والتحكم والتنظيم، بالإضافة بقى ان الجزء التاني في المخ ده بتاع المشاعر، المسؤول عن الإثارة والحاجات اللي بتدي راحة وتهدئة، ده بيثار مفيش حاجة بتضاهي اللي بيشوفوه في السوشيال ميديا من إبهار ومن طبعا. صور ومن حركة ومن إضاءة، بيبقى قاعد عامل كده مخطوف فعلا، بيحصل هايجاك للمخ، الجزء العاطفي ده، والجزء العقلاني ده لسه محتاج يتمرن ما تمرنش. فده يمكن يوصل عشان الخطوات اللي هنقولها بعد كده لمساعدتهم يبقى عندنا فيها صبر وتعاطف معاه، انه ده جزء مش يعني مش بيسمعه بكلام، لا هو فعلا محتاج يتدرب زي البوتي تريننج وزي ما دربنا على الفطام طبعا محتاج تدريب برضه وتعب.